مرحبا في قناتي هبلشز. وصفة اليوم وصفة سهلة كتير ولذيذة كتير كتير. رح نعمل مع بعض كب كيك الموز مع النوتيلا، وصفة كتير رح تحبوها. في البداية اعملوا سبسكرايب للقناة ويلا نبدأ الوصفة مع بعض. رح أبدأ في المقادير، والمقادير رح تكون مكتوبة أسفل الفيديو. رح أحتاج لكوب وربع طحين، ربع كوب سكر أبيض، ونص كوب سكر بني رطب. راح أحتاج لبيضة، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ربع كوب زيت. راح أحتاج لموزتين كبار بهذا الحجم أو ثلاث صغار، وراح أحتاج طبعا لنوتيلا. راح أخلط المواد الجافة مع بعض، الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة ملح. ممكن نسيت أحكي في المقادير رشة الملح، ورح أتركهم على جنب. هلأ رح أبدأ بخلط كل المواد التانية مع بعض، البيضة والفانيلا والزيت والسكر البني الرطب والسكر الأبيض العادي، ورح أخلطه مع بعض. ما مش بحاجة لخفاقة، بخفق يدوي بالوسك اليدوي. رح أخلطهم سوا مع بعض وأتأكد ما في عندي تكتلات. وهلأ رح أضيف خليط الطحين، رح أضيفه كله دفعة واحدة، ورح أضيف كمان عندي الموز، طبعا هرستهم هرس عادي بالشوكة. رح أضيف كل المقادير سوا مع بعض وأخلطهم. مثل ما شفتوا كتير سهلة ما فيها شيء، بس يعني مجرد أني حطيت المقادير كلها مع بعض وخفقتها، وما احتاجت حتى لا لخفاقة ولا لأي أدوات كهربائية. هذا قوام الكيك، هيك صار عندي جاهز. هلأ رح أوزعه في صينية الكب كيك. حطيت الأكواب الورقية، رح أستخدم مغرفة الآيس كريم لحتى أحصل على كمية متساوية. طبعا الفرن شغلته قبل ما أبلش في الوصفة، لأنه مثل ما شفتوا كتير سريعة ما بتاخد وقت. وزعت خليط الكيك، الكمية 12 حبة. هلأ عندي النوتيلا، رح أوزع معلقة صغيرة على كل حبة، معلقة صغيرة عادية رح أوزعها. طبعا إذا ما بتحبوا النوتيلا ممكن أنكم تستغنوا عنها وتدخلوا الفرن في هاي المرحلة، بس هي بتعطي طعم لذيذ. هلأ باستخدام عود خشبي، أي عود خشبي موجود عندكم، رح أعمل بس مجرد حركات دائرية لحتى أوزع النوتيلا. بدي إياها تضلها على السطح، بس بدي هيك حركات داخلية لحتى تتداخل معي بخليط الكيك وتتوزع عندي على السطح. الفرن مثل ما حكيت لكم حامي وجاهز. رح أدخلها على درجة حرارة 180 الرف الوسط، ورح تاخد حوالي 15-20 دقيقة وبتكون جاهزة. وهون من جوا الفرن شوفوا لي شكلها قديش بشهي، لسه عم تنخبز. وهيك بعد ما جهزت معي رح أتركها بس دقيقتين، ورح أطلعها فورا من الصينية لحتى الأسفل عندي الحبات ما يصير فيها رطوبة. شوفوا هالكب كيكس قديش انهم مسفنجيين، قديش انه هش وطري، طعمه روعة. جربوه متأكدة رح يعجبكم خاصة الأطفال. هالوصفة صراحة صورتها في الليل فانظلمت، شكلها وألوانها بالحقيقة كتير أحلى. بذكركم تعملوا سبسكرايب للقناة لمزيد من الوصفات. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، استمتعتوا واستفدتوا منه.